أصدقائي طلبة، صديقاتي الطالبات، المشاهدين الكرام، أرحب بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الخاص والحصري مع السيد محمد العربي كركب، عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش. دكتور مرحبا بك. شكرا سي يوسف. وقلع عنا التباعد، يمكن لنزول الكمامة بما أننا نحترمو المسافة ديال التباعد. شكرا لك سي يوسف، وهنيئا لك على الدبلوم، وشكرا لجميع الطلبة اللي شاركوا معنا في هذا اللقاء. هام جدا أن نتواصل مع الطلبة ديالنا ونجاوبوا على جميع الأسئلة ديالهم. صور العديد من الطلبة اللي تفاعلوا بواحد الشكل كبير مع المقطع ديال الفيديو الإعلاني، وهم ممكن تضروا بزاف هذه الحلقة هذه باش يطمئنوا على مجموعة ديال التساؤلات اللي كتراود الذهن ديالهم. وحنا في هذا اللقاء هذا دكتور غادي نطرقوا ثلاثة ديال المحاور اللي هي رئيسية، اللي من خلالها غادي نهدفوا الإجابة على ديك الأسئلة وتوضيح الغموض اللي كيشوش لهم الرأس ديالهم. السنة الفارطة شكلت واحد تحدي كبير لبلادنا وبالخصوص الجهاز التربوي والتعليمي. إلى أي حد نجحت الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش في هذا التحدي؟ أنا كنعتبر أن كانت سنة ناجحة إذا خدينا بعين الاعتبار الظروف اللي فرضت علينا الجائحة، وتوجد السنة الجامعية كما تتذكرون بالحفل ديال تسليم الجوائز يوم 15 يوليوز، وبالتالي استطعت الكلية باش تعطي الشواهد من الطلبة ديالها في الأجل المحددة رغم كل المعيقات. وبالطبع خصني نشكر هنايا كل المكونات الكلية على التعاون ديالهم من أجل إنجاح هذه السنة الفارطة اللي كانت سنة استثنائية بكل المقاييس. الآن السنة الجديدة، شنو هي أهم مستجدات الدخول الجامعي لهذه السنة؟ أخرنا الدخول الجامعي والتحاق الطلبة إلى 1 أكتوبر، وهذا لواحد السبب مهم ومهم جدا، لأن بلادنا ما بغيناش تكون انتكاسة ويكون واحد تراجع في كل ما حققناه في محاربة فيروس كوفيد 19. احنا من البلدان القلائل اللي وصلوا اليوم باش يلقحوا ولا يطعموا الشبان ديال 12 إلى 17 سنة، وانطلقت قبل ذلك التلقيح بالنسبة للفئة العمرية من 18 سنة فما فوق. وبغينا حين ندخلوا في 1 أكتوبر يكون عندنا واحد العدد كبير ديال الطلبة اللي هما خداو الجرعة، وشحال ما استطعنا أن يكون عندنا عدد كبير ديال الطلبة اللي ملقحين، غيمكننا يكون عندنا تعليم حضوري كيضمن الظروف ديال الصحة والسلامة لجميع المرتافقين. وأنا كنغتنم هذه الفرصة باش ندعو جميع الطلبة وجميع الشباب باش ينضموا بكثافة إلى الحملة الوطنية للتلقيح.